قبل دقائق وجهت رسالة معاودة عبر الإذاعة إلى جميع المواطنين، ولكن طالما في إعلام مرئي موجود اليوم هنا برضه بعيد التذكير بعيد التهنئة أيضا. وقبل لحظات أجرينا اتصال مع فخامة الرئيس وطمنا على أوضاع في حضرموت ورفعنا له معاناة المواطنين في حضرموت أيضا، وكل الآمال تتعلق علق الآن على الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس والحكومة أيضا للمحافظة. ماذا نريد أن نقول للمواطنين صراحة؟ مواطنين يعني في حضرموت صبروا كثيرا وعانوا كثيرا وظلوا متمسكين بهذه الشرعية، ظلوا متمسكين بالقانون، ظلوا متمسكين بالقيم، وظلوا متمسكين بقيادتهم المحلية، وظلوا متمسكين بالوضع التقييم الوضع الدولي ورؤية الأوضاع في اليمن بشكل عام. وهذا يدل على أن الثقافة، ثقافة المواطنين في حضرموت ثقافة عالية جدا. تصوروا يا جماعة، أنا بقول لكم بصراحة يعني نحن الآن بعد ما صلينا في خلف كنا جايين بالطريق المكلة عبر عند المينا ومرينا، لقينا كثير من الشباب على الشوارع، كنا نتوقع أنهم بيواجهونا الاحتجاجات، وده بالعكس مرحبين ومحيين ومعاودين. هذا دليل على الروح الأصيلة والفهم والوعي العالي للمواطنين في حضرموت. أنا بقدر هذه المشاعر، بقدرها تقدير عالي، وبتجعل أمامنا مسؤولية مضاعفة. ولذلك نحن سنعمل كقيادة جماعية المحافظة، سواء كان عبر المكتب التنفيذي، سواء كان عبر الوكيل الأول والمحافظ، سواء كان عبر الإدارات الأخرى، من أجل إسعاد هؤلاء الناس. ما قصار جهدنا سنبذله في سبيل أن نسعد هؤلاء الناس وأن نخفف عنهم حسب الإمكانيات التي هي تبع السلطة المحلية. ما هو أرفع من ذلك؟ سيجي الرئيس، سيجي الحكومة، زي ما قلت أمس في خطاب لي أنه ستقدم كل الملفات ستضع أمامهم في أمور كثيرة مباشرة. أنا تكلمت وأعطيت إشارة أمس في خطابي إلى موضوع المحطة الكهرباء الشمسية، وأن في تواصل مع شركة معينة، وبإذن الله خلال أيام قليلة كان بيصل وفد مختصر فقط ليلتقي بالمختصين عندنا، وبالتالي يضعون اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ميزته أنه مش ما إلا يتطلب منا دفعين بالغ كبيرة فقط، طاقة مشترى، ولكن طاقة مشترى بسعر زهيد. وهذه التجربة موجودة في مصر، لما زرنا مصر حكى لي إياها وزير الكهرباء وقال في شركات تعمل بهذا الشكل. هي اللي تقوم المحطة تجهزها تبيع لك طاقة، والطاقة يعني قيمتها بحدود 4 سنت 5 سنت. خلوهم يقولون لنا كم يكلف الآن إذا كان محروقات بالديزل وإذا كان محروقات بالمازوت. أعتقد أنه يكلف حوالي 70 أو 80، أنا ما عندي رقم دقيق لك في هذا الريال. فالمسألة تختلف، إذا توفقنا في هذا بيكون نجاح كبير وسريع جدا. الطاقات الشمسية بسرعة يبنونها، 3 شهور ويجهز بارع عن الواح وخلاص. ده واحد ده بيكون إنقاذ يعني سريع. الشيء الثاني، أمس في المساء جرت اتصال مع وزير النفط في موضوع آخر، ولكن هو أجانب خبر طيب، موجود هو في ألمانيا، وقال كل من الرئيس أنه يتفاوض مع شركة حول بناء محطة الغاز في بلحف، ستخدم حضرموت، ستخدم شبوة. هذا برضه إذا تم سيكون خبر طيب جدا. نحن برضه في عندنا فكرة أنه من الآن وصاعد سنخصص مبلغ لبناء محطة معينة صغيرة، 20 ميجا 40 ميجا، نشوف كم إمكانيات في الوادي أيضا غازية إذا أمكن.
في أفكار عند الأخوان في الوادي سمعت عنها، إذا نقدر ننفذها بننفذها، إذا ما نقدر ننفذها برفع الحكومة بنزم الحكومة تنفذها إذا في جدولها بعد الدراسة الدقيقة. كل هذه الأمور تمشي إن شاء الله بشكل أفضل، وبإذن الله لن يأتي الصيف القادم إلا الوضع أفضل. نقول لكم حل كامل لكن أفضل من هذا. إذا غضيت المكلة وشحر والبوزير 60+60 120 بإذن الله بيكون فضل. وبنقلل من المحطات هذا الطاقة المشترى حق الديزل حق ده بنستغني عنه قدر الإمكان ما نخلصه. كثير من المشاريع الكبيرة إن شاء الله الآن استكملت وسيتم افتتاحها عن زيارة الرئيس، سيعلن عنها رسميا. وكثير من المشاريع الجديدة سنضع لها حجر الأساس، وسنهتم بالزراعة الآن. يعني أنا لما كنت برا كل الناس يتكلمون عن الغداء، لازم نحن برضو نهتم بالزراعة. نعمل ورشة أو مؤتمر المزارعين وخاصة في الوادي مناطق زراعية، من بيزرع حبوب بندعمه، من قادر يزرع بر بندعمه، خصص له مبالغ محترمة بندعمه. كيف بندعمه؟ بالطاقة، لا بارسة نوفر لها طاقة شمسية، وبالتالي المزارع سيستفيد كثيرا، سيتحمس العمل، معناه تحصل ماء بلاش. بنشكل لجنة لهذا الغرض، بنشكل مختصين لهذا الغرض، وبإذن الله ننجح. هذا هاجس مهم جدا، الزراعة في حجر نفس الشيء، في المناطق الساحلية أنا في اتجاه البوزير نفس الشيء، في شرق أي مكان في زراعة نريد زراعة تزرع حبوب عالم كله. حتى لو وصلنا إلى استكفاء مش كامل 50%، حققنا نجاح. لو حصلت مجاعة في العالم هو 50% من تقسمه بين البين ويصير يغطي. هذا النظرة إن شاء الله سنعمل عليها. تطوير الأجهزة الأمنية والعسكرية مهم جدا، ولا يمكن أن نضمن أي توجه نحو الاستثمار بدون تطويرها. لذلك أنتم بتشوفون كل شهر نعمل دورا ونخرج دورا، وانضباط دقيق في هذه الدورات، هذا الناجح سيستمر. وأرجو ثم أرجو أن يقدروا الجنود والصف الضباط والضباط والقادة العسكريين. تم شفتوهم اليوم، احنا مدنيين كل واحد في بيته اليوم يذبح وفرحان وعياله ولبس، وهم قيام باللبس العسكري، هذا شرف لهم. وهذا القناعة اللي توصلوا لها ما جت بالسهل إلا بعمل معنوي معاهم وبقيادات فوقهم يوم بيوم، وبتوعية وبروح معنوية وبوطنية من قبلهم أيضا. هذا المكسب هو أهم مكسب لحضرموت. أرجو لا أحد يشكك فيه أبدا، ولا أحد يفرط فيه أبدا أبدا. إحنا اليوم موجودين، بكرة قيادة ثانية موجودة، لكن هذا الأساس اللي عملنا يجب أن يستفيدوا الناس منه. كل عام أنتم بخير، مواطنين بخير. الأمل يجب أن يكون موجود، والتفاؤل يجب أن يكون موجود، والباقي ما فيش حاجة مستحيلة أبدا. تضامن الناس مع بعضهم البعض، حفاظ على بعضنا البعض، والله لا نريد نفرط في أي شخص أبدا إلا إذا أهمل في واجبه. من هو مقصر في واجبه ما يعذرنا. هذه المسألة اللي أردت أن ألمح لها في هذه العجالة، وأعيد وأكرر التحية للمواطنين، التحية للأجهزة العسكرية والأمنية، رجال المرور طوروا تطور غير عادي، الأجهزة الأمنية في حضرموت والعسكرية لا تتناول القات فوق الواجب على الأقل، خلهم يخذونه في مكان ثاني لكن فوق الواجب روحوا شوفوا المحافظة الثانية وبيجوكم لهنا وبتشوفوا الوضع كيف. أنا الجنود حق الحراسة لما راحوا مكان وجابوا الجنود استغربوا، لكن بعدين قلنا لهم هذا التنافس وهذا التنوع ممتاز جدا،
ربما هذه التجربة اللي مرينا بها ومر بها الوطن بشكل عام خلق إنه كل محافظة أمور داخلية تسير هي سن قوانين داخلية، بس قوانين سيادية كل الناس يحترموها، لكن يا أخي قات فوق الواجب. إحنا ما نبغى القات، ما كان قات موجود في حضم، وبنقدم على هذه الخطوة بس مش الآن حاولنا نقدم عليها ظهرت ما فيها، قلنا ما عاد نصدم مع القاعدة ومع داعش ومع المافيا ذا حق القات، خلونا نهدي شوية. لكن بيجي يوم وطن بيكون مستقر، قالت في حضرموت سنرفع شعار وسنصدر قرارات بأن لا يكون ما أحد ما بيرتاح بيخزن يروح له على الحدود. شوف كم بيكلف المشوار لهن بعد فترة. لا أريد أن أطيل عليكم، كل عام أنتم طيبين إن شاء الله، أنا أهتم كثير بالشباب والرياض. عيد مبارك، كل عام أنتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله.